هل العقوبة الموجعة تسيد القانون؟ لا، إذا كنت ذكرت نعم القانون نعم فاسأل أهل القانون. نعم الهدية اللي أنت هديتنا بيها النهاردة يا أستاذ مفيد، المستشار رجاء عطية، القيمة والقامة القانونية ونقيب المحامين، معانا على التليفون. أهلا بيك يا فندم. يا أهلا وسهلا. أهلا، هل تأذن لي بس أقول سطر عنك؟ يا فندم تعيش. هذا الرجل رجاء عطية هو في واضح الأمر رغم أنه نقيب المحامين وهو منصب شديد ورفيع، لكنه موسوعة فكرية قد يذهلك أن الشعر الذي كتبه يوما ما العقاد، العقاد والناس لا تعترف بالعقاد شاعرا، استطاع الأستاذ رجاء عطية أن يبحر إبحارات أدبية ومساهمات فكرية لا حدود لها قبل منصبه الذي فاز به مؤخرا وهو نقيب المحامين. نعود للسؤال. مساء الورد يا أستاذ رجاء. يا أهلا وسهلا، مساء النور يا فندم. وأنا حضيف إذا جاز التعبير يعني للأستاذ مفيد على هذه الشهادة أن أنا أفضل ما أرى في الأستاذ رجاء عطية، بخلاف طبعا سعته القانونية والدستورية وإلمامه، ثبات المبدأ، لأن اللي حضرتك قلته وعملته طول الوقت بعد ثورة 2011 كان مثار إعجاب مني، لأنه أنا بحترم دايما الناس أصحاب المبدأ الثابت الذين لا يتلونون ولا يركبون الموجات يعني. فتحياتنا ليك يا رجاء بيه. تعيش. هل العقوبة الموجعة تسيد القانون؟ أنا بس يعني عاوز سطر عن الواقعة. اتفضل. لأن أنا ما لحقتش أعرف الواقعة إيه. الواقعة إن في سواق نقل كان محمل مواسير، المواسير طولها أطول بكتير من طول العربية، فالمواسير كانت نازلة وميلة، هي مواسير فبر مش مواسير حديد. ميلة من قدام البربريز بتاعت العربية، كانت مغطية بربريز العربية بالكامل، لدرجة إن الراجل الرؤية بالنسبة له صفر. منعدمة. منعدمة. ومع ذلك ماشي في الشارع بمنتهى البراح. وما الذي حدث؟ لا، ما حصلش حاجة. اللي حصل ان احنا صورناه، او يعني احد المواطنين صوره واحنا ذعناه، وبنهدي الفيديو دلوقتي لوزارة الداخلية علشان يتتبعوا هذه السيارة وينزلوا به العقوبة. العقوبة عن جريمة ايه؟ جريمة التعريض حياته وحياة الاخرين للخطر، لانه ما فيش رؤية خالص والمواسير مغطية العربية بالكامل. لكن هو بعيدا عن الواقع يا استاذ رجاء، هو سؤال الاستاذ مفيد لحضرتك. أيوة. احنا عايزين نعرف الى اي مدى العقوبة وتشديد العقوبة وسن عقوبات مغلظة تؤدي الى ردع المواطنين. هل العقوبة هي الردع ولا الوعي ولا اللعب على سلوكيات الناس؟ يعني نستطيع ان نقول ان الاثر حتى في فكر الانسان، حتى في سلوكيات الانسان، حتى في انطباعات الانسان، انما يأتي من روافد متعددة ولا يمكن أن يأتي من رافد واحد. لا شك أن الوعي مطلوب صح ومؤثر، ولا شك أن الثقافة مطلوبة ومؤثرة، ولا شك أن البناء النفسي مطلوب ومؤثر. ولا شك أن العقوبة يتحقق فيها معنيين، ما يسمى الردع الخاص، يعني ردع المخطئ أيوة. أو الجاني حسب تعبير القانون عن أن يعاود ارتكاب مثل هذه الجريمة. تمام. ده بنسميه الردع الخاص. وهناك ما يسمى الردع العام، أي أن يتجه التحذير إلى الناس بعامة ليحذرهم من أن يسلكوا هذا السبيل الذي أدى بسلكه إلى أن يعاقب عقابا أقره القانون. فاضل في السؤال اللي بتطرحه حضرتك والأستاذ مفيد قدر العقوبة وتغليظ العقوبة. أي. فنقول كده ابتداء انه مقدار العقوبة دي مسألة موائمات، وقد تختلف من واحد لآخر. صحيح. عشان كده كل التشريعات تعطي للقاضي ما نسميه مارج، يعني مساحة، يعني حد أدنى وحد أقصى. هامش للعقوبة. فندم؟ يعني هامش او مساحة للعقوبة. مساحة له هو. أي. ليختار بين الحدين الاقصى والادنى ما يرى توقيعه
على الجاني او المخطئ او المتهم. صحيح. باعتبار انه تفريد العقاب، كلمة تفريد دي مسألة مهمة جدا. ليه؟ لانه يدخل في التفريد برضو اعتبارات عديدة جدا، سن الجاني، ثقافة الجاني، الظروف التي كان فيها الجاني، هل سنه بيقول ان هو غير وارد انه يرتكب الجريمة او الخطأ ده مرة اخرى ولا لا؟ هل مضى وقت على الوقعة نسيها المجتمع وقربت من التقدم ولا ما مضاش؟ زي ما قلنا ان كل شيء بيدخل فيه روافد متعددة، فهنقول ان عملية تفريج العقوبة وهي مسؤولية اساسية على القاضي يدخل فيها اعتبارات متعددة. مفهوم. يا ترى كده انا جاوبت على سؤال حضرتكما؟ لا ما جاوبتش لسه برضه. لانه المحك المعروض عليا بالذات مسألة تغليظ العقوبة. ايوه. انا هديكم مثلا، المشرع اراد ان يعني يمنع تجارة المخدرات والكلب، فارتفع بالعقوبة المقررة الى الاعدام. النص ده فضل معطل. صح. تقريبا الا فيما نظر، لان القاضي يتحرك من ان يحكم بالاعدام ويتلمس اي اسباب لينزل بالعقوبه الى الدرجه الاقل، لاحتمال ان يكون تقديره خارج اطار المألوف. وعشان كده بنقول انه مهم جدا ان يترك الى القاضي مارش حدين اقصى وادنى. هنقول برضو تاني السؤال، هل تغليظ العقوبه رادع؟ لا جدال ان تغليظ العقوبه مش بس رادع، بيبقى مخيف بالذات في الردع العام، رساله الى المجتمع انه الاهمال الانصياع للقانون وللنظام ممكن ان يعرض الخارج عن حدود النظام الى عقوبه مغلظه جدا قد لا يتحمل. فاضل في الحوار اللي انا سمعته بينكم مساله حياته اعز، سيادتك قلت التعبير ده حياته اعز طبعا أعز. انا كلمه حياته اعز دي هتسمح لي مع كامل احترامي لحضرتك ان انا اقول انها مساله دخيله على ما نتناوله. حضرتك اللي سايق عربيه اي وماشي على 150 كيلو تمام سرعه، ما هو لا جدال يعني حياته عزيزه عليه، ولكنه لديه قدر من الرعونه وعدم التبصر يجعله يسوق على سرعه 150 يستهوي هذا. بس يا رجائي بيه في 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 سقف للرعونه. ثانيه واحده في سقف للرعونه يا ريس. ثانيه واحده اتفضل. هنقول انه خوفه على حياته لم يمنعه من ان يقود على سرعه 150 او 170 او 200. لم يمنعه. طح. وبالتالي وارد صوره من صور الخطأ ان الواحد رغم خوفه على حياته يرتكب فعل غير مسؤول. طيب ناخد اللي انا المثل اللي انا ضربته ده ونتكلم على الحاله المعروضه عليكما. الحاله المعروضه عليكما حاله سواق نقل قد يكون هو مالك العربيه. ممكن. نعم. واذا كان هو مالك العربيه يبقى هو صاحب مصلحه في ثقه للشحنه. مظبوط. وممكن تغلب عليه المصلحة المادية في ثقل الشحنة على عوامل صعوبة القيادة وهو أمامه هذا التل من الايه من هي بس خلي اللفظ رجائي بيه استحالة القيادة مش صعوبة القيادة. خليني بس احكي لكم حاجات تانية كمان. انا راجل باعتبار يعني تقدمت في السن وانا عشت في مستهل حياتي في المنوفية لاني درست الابتدائي وما قبل الابتدائي اللي هو الروضة ثم الثانوي في محافظة المنوفية، وكنت أتردد على قريتي وأسافر لمركز سلا ثم هناك كان عربيات يسموها الكومبيل، العربيات بتاع الزمان اللي هي كانت بتدور بالمنافلة. أي. السواق لأنه جشع عاوز ياخد اللي هيحمل مثلا على الزراعية أكتر حمولة ممكنة عشان ياخد اكتر قدر ممكن. تبص تلاقي الركاب مش بس على السقف، لا على الكبوت بتاع العربية اللي قدامه. والله يعني بتبقى الرؤية بالنسبة له متعذرة، وممكن واحد اللي قدامه يقول له خلي بالك يمين شوية او شمال شوية. هنا الرغبة في الكسب سيطرت او غلبت الحرص على الحياة.
خلاص. تمام. رجائي بي عندي تساؤل، عندي تساؤل، هل الردع، هل الردع طريق للوعي؟ ال- 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 الردع لا جدال انه طريق للوعي، ولكنه اساسا ينصرف الى التحذير، ولكن كل تحذير يوقظ الوعي، وبالتالي ما فيش تعارض بين الاثنين، وهما فكرتان نابعتان عن اصل مقرر. التحذير موجود في الردع، وايضا هذا الردع بهذا التحذير لا جدال انه يوقظ الوعي لوجوب الالتفات الى احترام النظام واحترام القانون. طب مين مين يا رجائي بيه اكثر تاثيرا على سلوكيات المواطن، الردع ام وعيه؟ يعني حضرتك ضربت مثال انه لما البلد هنا رأت ان ظاهرة المخدرات تكبر وتنتشر وتسيطر على كميات كبيرة من الشباب، غلظ المشرع العقوبة وصلت به الى حد الاعدام للجلب والاتجار. نعم. ومع ذلك لم تتوقف تجارة المخدرات بشكل كامل. وما زال بعض تجار المخدرات يعملون، ومكافحة المخدرات بتتبعهم طول الوقت. فهل القانون والردع وتغليظ العقوبة اكثر تأثيرا ام الوعي عن طريق التنشئة والتربية والخطاب الديني والخطاب الاسري وما الى ذلك؟ بص حضرتك، من عظمة خلق الانسان ان ربنا سبحانه وتعالى خلق لكل منا واعظا من نفسه. حط حوالين التعبير ده دايرة. وده اهم واكدى انواع الوعي، واعظا من نفسه، الناشئ عن وعظ النفس، الناشئ عن ما ينطبع داخل النفس من اقتناعات مثل الثقافة والميراث الديني والميراث الحضاري والبيئة، كل ده بيشكل ما يسمى الضمير الذي يقيم نفسه واعظا للشخص ينهاه عن الخطأ. لا جدال ان هذه الصورة اقوى الصور واجداها. ليه؟ لاننا قد استطيع ان اختفي بجرمي عن عيون الناس. ممكن اسرق من غير ما تاخدوا بالكم مني وانا بسرق. صح. انما لو انا عندي الواعظ الداخلي انا مش هسرق. خلينا اقول لك يا رجائي بيه. نعم. هل تربية الضمير دعوة رومانسية؟ حضرتك نقول ما اعرفش تعبير تربية الضمير دي. هل هي يعني كيف نربي الضمائر في يعني المدرسة؟ معلش انا بدور بس يا نعم. يا استاذ مفيد على لفظ اخر يوصل المعنى، ايقاظ الضمائر. طيب يعني احنا ممكن نقول ايه؟ انه تقوية مراجعة النفس، لانه الضمير ده هبة ربانية. تقوية مراجعة النفس. نعم. والمراجعة دي يعني هي بتعمق رؤية الضمير، وبتعطي لي الفرصة الاوسع ان هو يوقظ صاحبه وينغزه كده، يقول له خلي بالك دي مش حلوة، خلي بالك دي مش حلوة. انا هقول لحضراتكم على حاجة. انا وانا تلميذ ابويا الله يرحمه يعني زرع فيا ان الغش ده حرام وغلط 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 وغلط. رفضت طول عمري ان انا اغش، لدرجة ان انا في امتحان سنة تانية ثانوي، وكانت يامينية ما كانش فيه اعدادية. كانت فيه خمس سنوات ثانوي وسنة رابعة دي كانت ثقافة عامة. المراقب عليا في مادة الفرنساوي في سنة تانية من الشلة بتاعتنا، بس الشلة الكبيرة. ولقاني متورط، فراح جاب لي ايه ورقة الايه ورقة اسئلة وحاطت لي الاجابة كلها على ظهر الورقة، وقال لي خد انقل. ففوجئ بيا، بقول له لا، قال لي يلا التعبيط تعبيط، انا المراقب عليك بقول لك خد انقل. لا وما رضيتش اغش، خلاص وسقطت جالي ملحق. وانا في الكليه الحربيه طلعنا طابور سير بعد طابور تنظيم معركه. طابور السير طلعنا من جنيفة على السويس ومن السويس على القاهره في يعني طابور سير 160 كيلو. كان نهار ابيض. وانا في حتت من طابور السير بتبقى مشغوله بسكه حديد. مفيش حد من الدفعه، كنا جامعيين ونهائي، ما زوغلوش خمس ست محطات، ينط في القطر
وينزل بعد 4-5 محطات. وانا اقول لنفسي ايه؟ قال ما انت راجعي في يوم من الايام هتكبر وهتحكي لاولادك واحفادك على التجربه دي. ازاي هحكي لهم وانا غشاش؟ ورفضت ان انا اركب القطر. فنرجع نقول بقى، انا غلباوي وكلامي كتير شويه معلش، بس عاوز اوصل لكم ان واعظ النفس لا جدال. لا بس خلي بالك يا استاذ رجاء، انت حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، وده يعني يصب في الكلام اللي انا كنت بقوله مع الاستاذ مفيد. هو هنا النفس، هو هنا وعظ الاب الذي زرع فيك وعظ النفس. تمام ماشي يا فندم، ما هو دي برضو احد الروافد. ما ايه، ما انا بقى والاستاذ مفيد بندور على البذره، بندور على الاصل. بص حضرتك، الوعظ ده والتوجيه ده والارشاد والنصح ان لم يصادف ضميرا حيا معدا ومستعدا للاستقبال ما هيبقاش مجدي. بدليل انه 2 اخوات في اسره واحده بيتلقوا نفس التربيه، واحد بيطلع من سكه والتاني من سكه تانيه. صح، برضو وجهه نظر انه البطن قلابه يا استاذ مصطفى. يا 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 رجاي بيه، بما انك في منصب شديد الاحترام وهو منصب نقيب المحامين، اريد ان اعرف تقييمك لما نفعله الأستاذ تامر أمين وأنا في أننا على مدى أسابيع طويلة نحاول أن نزرع ما يمكن أن يسمى بإيقاظ الوعي في المجتمع. هل هناك فائدة؟ هو في فائدة أجدى وأعرض وأكثر أثرا من إيقاظ وتوسيع الوعي. ده الإنسان واعي، يعني حتى الثقافة إن لم توسع الوعي، إن لم تعمق الوعي، تبقى قلتها زي وجودها. يعني كل شيء يستهدف إيقاظ وتوسيع الوعي. وبالتالي أنا بكل الاحترام والتقدير أنظر لهذه التجربة، بدليل إن أنا رغم أن أنا كان زماني في سبات عميق، إنما أنا في الآخر ضعفت أمام دعوتك. وانا صحصحت من الحوار طبعا. بما انك صحصحت، السؤال الاخير هو ماذا افادك تجربتك يوما ما في القضاء العسكري؟ تجربتي في القضاء العسكري افادتني افادات كثيره جدا. افادتني اولا ان انا وانا لسه في مستهل حياتي اشتغلت فيما يسمى فرع التضييق ثم فرع الطعون، اللي هو يوازي محكمة النقض مع الفارة طبعا. إنما قيد لي أن أقرأ مذكرات لكبار أساتذة المحاماة العظام جدا 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 جدا. لما يبقى عندك طموح وتقرأ بتحب تحلق مع الكاتب، سواء هتؤيد رأيه أو هتحلق أكتر إذا كنت عاوز تنتهي لعكس رأيه. نعم، فلقيت نفسي أمام هذا التحدي، يعني ببذل جهد مضاعف جدا جدا حتى استطيع ان احلق مع هؤلاء العمالقه، فاتسعت وتعمقت رؤيتي للقانون. الدرس الثاني او الاثر الثاني ان انا في ذلك الوقت المرتب بتاعي لم يكن يكفي اسرتي، لان انا كنت متزوجت وانجبت، فبدات احاول اعوض نقص المرتب ان انا اكتب للاذاعه. وكانت هذه بداية رحلة ربنا اللي رسمها، لأن كتاباتي للإذاعة فضلت تكبر وتتضخم، وهي التي عملت أو شكلت معظم تراكماتي الثقافية التي جعلتني الآن مطلع 105 كتاب وفي 4 هينزلوا واحد. بسم الله ما شاء الله. 109. بسم الله ما شاء الله. بالإضافة لأعمالي في المحاماة، ما كان هذا ليتأتى لولا هذا التحدي الذي ألجأ. نمرة 3، علمني النظام، والنظام ده هو اللي بيخليك تستطيع انك انت تقوم باكثر من عمل في وقت واحد ولكن بدقة شديدة وباتقان شديد. وبدأ هذا من قبل ما اخش القضاء العسكري. انا جنيت وفي سلاح المدفعية، كنت في اتحاد المدفعية الرياضي، فتعلمت ايضا فضيلة التواضع فضلا عن النظام. ممتاز. كنا ننزل احنا كلنا عساكر مؤهلات نكنس حوالين حمام السباحة ورش، وبعدين مرة في آخر الأسبوع نفضي الحمام وننزل على ركابنا. على فكرة في من اللي كانوا معايا سفرة دلوقتي
او صفر على المعاش يعني باعتبار عندي 81 سنة. بسم الله ما شاء الله. فكنا ننزل على ركبنا بالفرش نغسل الحمام اللي احنا بنتمرن فيه. وهي مجموعة الخبرات دي كلها والتجارب دي يا استاذ مستشار هي من صنعت رجاء عطية بكل بكل جوانب قيمته يعني. شكرا جزيلا. المحكمة تنورت بهذه المرافعة الشيك اللي سمعناها الليلة دي. شكرا جزيلا استاذ رجائي. والحقيقة قال كلمة في معرض كلامه كده يعني تصل ان تكون عنوان. نعم. قال الانسان وعي. الانسان وعي صح. الانسان وعي. الانسان وعي. صح. استاذ رجائي اخر كلامه من شويه هو بيتكلم عن انه تجربته كمان في القضاء العسكري. نعم. الهمته القدره على الكتابه والنظام والكتابه بالذات واللجوء للاذاعه. نعم.